صلى الله عليكم. أقول أنا من الطائف وأسافر أسبوعيا لمدينة جدة للعمل وأمكث فيها 5 أيام، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة وأجمعها للحاجة؟ كم يقيم؟ 5 أيام. لا، انقطع السفر. إذا قام 5 أيام يعلم أنه بيقيم 5 أيام ينقطع السفر من حين يصل إلى جدة ويكون مقيما. أما إذا كان ما يدري مدة إقامته في جدة فإنه يقصر لأنه لم ينقطع سفره ما دام لم يجزم بالإقامة. نعم.